أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الصحافة اليوم. في حلقة اليوم نناقش أهم الأخبار والموضوعات الواردة في العدد الجديد لصحيفة الأهالي، ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما في حلقة اليوم الأستاذ ثروت شلبي الكاتب الصحفي نائب رئيس تحرير صحيفة الأهالي. أستاذ ثروت أهلا بحضرتك. أهلا بك وبالسادة المشاهدين وشكرا لقناة الأخبار على استضافتها لنا. ربنا يخليك. لو بدأنا أولا أستاذ ثروت من الصفحة الأولى لصحيفة الأهالي في عددها الجديد، نطالع 30 مليار دولار استثمارات متوقعة للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، يعني كيف تابعت صحيفة الأهالي الاستعدادات الجارية على قدم وساق لانعقاد المؤتمر الاقتصادي والمتوقع له بحسب ما ذكرتم حوالي 30 مليار دولار؟ الحقيقة التقديرات دي تقديرات الوزارات والهيئات الحكومية الرسمية التي قدمت مشروعات لتسويقها في هذا المؤتمر الذي أرادت السلطة السياسية الرضا السياسية اللي هو السيد الرئيس السيسي أن يتحول إلى مؤتمر لجذب الاستثمارات ومؤتمر للفرص الحقيقية المتواجدة بدلا من التسول أو أخذ معونات سواء من بعض الدول الغربية أو الدول العربية، فيبقى في مشروعات على الأرض. هذه المشروعات مثلا قطاع البترول فيه حوالي 12 مليار دولار ويمكن أعلنوا ذلك للبحث والاستكشاف في الغاز، المهندس شريف إسماعيل، لبعض الشركات زي البي بي البريتش بتروليوم الإنجليزية، زي شركة آر دي الألمانية. والنهاردة امبارح طلعوا العمق وصلوا حوالي أكتر حوالي 2200 متر، يعني ثلاثة في عمق المياه العميقة. وطبعا في تقديرات غازية. شفنا امبارح السيد الرئيس البنية التحتية اللي بتتم في المشروعات والأنفاق والكباري، كل ده بيجذب عشان تعرف أي دولة. الحقيقة ده نابع من رؤية سياسية اقتصادية، وهي أنه مصر استردت بعد 30 يونيو وأزاحت الغمة عن الأمة الجماعة الإرهابية والدراويش دول اللي كانوا ضيعوا البلد، استردت هيبتها وسيادتها. واللي بيعمله الرئيس السيسي الحقيقة عمله السابق رجل مخابرات، رئيس المخابرات الحربية، عنده رؤية في التنمية. وهذا الكلام كلام ليس جديدا، يعني رحمة الله عليه اللواء منير شاش وكان صديق وبلدياتي وكان محافظ شمال سيناء، لما اتعملت الرؤية بتاعت الخطة خلال 20 سنة لتنمية سيناء قال لك يجب أن تزرع بالشجر بالبشر قبل الشجر عشان التنمية وعشان تبقى حماية للأمن القومي. النهاردة الرئيس السيسي بعد استرداد الدولة لعافيتها السياسية وإرادتها واستقلال القرار الاقتصادي وسيادتها، ف يعني الراحل طلعت حرب التعبير الاستقلال الاقتصادي اهم من الاستقلال السياسي. نعم. فالاستقلال عشان ننتج ونزرع ونخلق وظائف ونحقق اهداف صحيح. الثوره. هو من اجل يعني انجاز هذا لابد من وجود استثمارات، يعني هذا المتوقع، ولكن في تقديرك هل ستستطيع مصر من خلال هذا المؤتمر ان تجتذب حوالي 30 مليار دولار استثمارات مباشره على الارض بعد انعقاد هذا المؤتمر؟ بل اكثر. يعني بعد ما يتم تشغيل مؤتمر مشروع قناه السويس الجديده والمشروعات اللي هتتعمل والصناعات اللي هتتعمل فيها، انا اعتقد ان ممكن تجذب اكثر من ذلك. لكن هو برضو لعلنا نؤكد ان الامن والامان وجهان لعمله واحده، وان الاستقرار والاستثمار وجهان لعمله واحده. يعني يجب ان الان الدوله بتفرض قوه القانون على اساس انه المستثمر راس المال جبان، فلازم الاستقرار الامني. ولذلك الدواعش واللي بيحاولوا يعملوا فزاعات والعمليات الصبيانيه والهيكليه والكلام ده كله يحاولوا يزعزعوا ثقه. لكن النهارده الحمد لله وفقا للتقديرات صندوق النقد الدولي وشهاداته بان البنيه التحتيه التنميه الاقتصاديه المصريه ماشيه في، والبورصه طبعا انت متابع ذلك في البورصه، ايضا الاداره الامريكيه رغم ان هي الممول الخفي
لهذه او المساعد الخفي لهذه الدواعش والجماعات، لانه في هدف صهيوني استراتيجي هي محاوله ولن يحدث لان مصر محروسه، تكسير عظام مصر عشان تهودها زي ما حصل في العراق وبحصل في العراق وبحصل في ليبيا وبحصل في سوريا، ما بين ايران وبين امريكا الان الحاجات دي كلها. ورغم ذلك كيري امبارح متحدثه باسم الخارجيه الامريكيه اعلنت حضوره وانه في وفد كبير قادم ولمستثمرين امريكان، لانه مصر يعني ده مؤتمر الحقيقه جاذب والناس بتدور على مصالحها. نعم. فهينجح وهيتم التسويق، والمشروعات اللي تم وضعها على اجنده المؤتمر مدروسه ولها جدوى اقتصاديه وحتم. نعم. طبعا وفي ضوء استعدادات استاذ ثروه الصحيفه يعني لهذا المؤتمر، نطلع من الصفحه الاولى ايضا من عدد الاهالي قبل ساعات من المؤتمر الاقتصادي شرم الشيخ في قبضه الحرس الجمهوري وكاميرات مراقبه تغطي المدينه. طبعا لازم، ما هو الحرس الجمهوري في غرفه عمليات مع في من قبل المؤتمر، وبعدين في حاله استنفار امني على مستوى الجمهوريه حتى برضه. وشرم الشيخ دلوقتي اغلقت مدقات وعدم دخول، وانه لازم يكون مقيم ومعاه حاجه اسمها هويه البحث الجنائي عشان يبقى مش اي شخص، وتم التنقيه. فلازم فالحرس الجمهوري بينسق ايضا، ليس الحرس الجمهوري لوحده ما يقدرش يدير الموضوع، وزاره الداخليه وفي ضوء الاداره الجديده في المخابرات العامه مع احترامنا ودورها المهم جدا في الاستشراف الخارجي، جهاز الامن الوطني، البحث الجنائي. احنا السيد وزير الداخليه الجديد واحنا بنهنئه بمنصبه وكفاءته بعت 5 من مساعديه عشان يبقوا موجودين، وهو النهارده يعني وفقا لمصادر قبل ما اطلع الهوا الان غادر القاهره متوجها للجزائر لحضور مؤتمر وزراء الداخليه العرب. نعم. وسافر فعلا، والمؤتمر هيبدا بكره وهيستمر يومين، وهيعود بامر الله وبسلامه الله من الجزائر مباشره على شرم الشيخ عشان هيتولى غرفة العمليات لتأمين المؤتمر. وهذا المؤتمر هو اختبار حقيقي لكفاءة وزير الداخلية الجديد، وهو رجل كفء وكان تربية جهاز مباحث أمن الدولة وكان مسؤول عن التطرف، وهو أدلى يعني وفقا لمصادر في وزارة الداخلية النهاردة قالت أن استراتيجيته بتقوم على الاستباق، ضربات الاستباقية والإجهاض بمعلوماتية. الحاجة الثانية طالب ب عودة القبضة الحديدية، ويمكن هنا في هذا البرنامج المحترم قبل أسبوعين طرحت ذلك، قلت إن لازم إنه إحنا عايزين يد من حديد من وزارة الداخلية، وزير الداخلية لازم يتغير لأنه في اختراقات وفي، وده اللي حصل لما جه الوزير طبعا شال بعض العديد من القيادات كان على رأسهم رئيس جهاز أمن الدولة خالد ثروت نفسه، لأنه مش معقول الضباط اللي ماتوا من أمن الدولة والمعلومات اللي اتسربت. فالراجل عنده رؤية أمنية واستراتيجية لعودة القبضة، وإحنا قلنا عاوزين يمكن نرجع لأحيانا نستدعي عصر زكي بدر في القوة، وبالمناسبة هو بلديات زكي بدر وقريبه، وهو اخو الدكتور المحترم ياسين عبد الغفار استاذ الكبد. نعم. فالحقيقه انه نجاح المؤتمر ده اختبار ليه هو. نعم. وباذن الله المؤتمر ان شاء الله سينجح ان شاء الله، ومصر كلها بتايده، وزي ما الرئيس السيسي قال ان هذا المؤتمر هو الذراع اليمنى للتنميه الاقتصاديه في مصر عشان تتحقق اهداف الصفحة. نعم. نبقى استاذ ثروت في اجواء المؤتمر الاقتصادي والاستعدادات له، ومن الصفحه الاولى ايضا لصحيفه الاهالي نطالع التغييرات الحكوميه ليست نهايه المطاف، شخصيه قياديه خدميه شابه لتفعيل مقررات قمه شرم الشيخ. اولا من هي هذه الشخصيه القياديه التي ستتابع مقررات او النتائج التي سيخرج منها مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي؟ والله يعني هذا الموضوع كتبه زميلنا الاستاذ عبد اللطيف وهبه نائب رئيس التحرير ومسؤول شؤون الوزراء، وللامانه هو انفرد في العدد الاربعاء الماضي قبل الاخبار وقبل غيرها، وقال انه في تعديل وزاري هيتم، ويعني طبعا ده انه موضوع الكفاءه المهنيه مش مرتبط بالمؤسسات القوميه، وكان ليه سبق السبق وبعد كده خدته منه الجرايد، وقال اهوت قال في تعديل وزاري في الطريق
يوم الاربعاء. يوم الخميس الاخبار كتبت في الطبعه الثانيه انه في تعديل، لكن هو كان له رؤيته. اما الشخص اللي هو ولو انه ما كتبوش في الخبر انه بعد نجاح المجموعه الاقتصاديه والخدميه، هو خالد حنفي وزير التموين له دور هيبقى في تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الخدمات. طبعا هو نجح في مشروع توصيل رغيف العيش، احنا عندنا أزمة لازم نعترف بيها وفي ناس بتموت اللي هي أنا البوتجاز. أنا البوتجاز هو هتتحول هتضاف على الكارت الذكي عشان يبقى مقننة لوصول الدعم المستحقين. لكن الحقيقة بالمناسبة بقى يعني بصفة ان انا عندي معلومات ومسك وزارة البترول ايضا، يعني الازمة المافيا اللي شغالة في البتاع هي وزارة البترول ضخت اكتر من 30% زيادة عن المقرر، يعني حوالي 1,300,000 اسطوانة كل يوم. لكن الاشكالية في ايه يا استاذ شعلان؟ انه الاشكالية انه في البوابين والعصابات اللي بتتخزن الانابيب والقوة والسريحة اللي بياخدوا عشان يبدوا لبعض اصحاب معدوم الضمائر من المستودعات، ايضا اصحاب المصانع. يعني الأزمة الحقيقية اللي أنا أرجو من الحكومة تتنبه لها، الإخوة 85% أو 85% من مصانع تعبئة البوتجاز أو الصب الغاز الصب دول من القطاع الخاص، ودول من قيادات وفلول الحزب الوطني أيام العصر مبارك والفساد، كانوا بيستولوا بصفة أنهم أعضاء مجلس الشعب منهم واحد بلدياتنا في الشرقية بتساعد. لكن ما بحطش ال 8 كيلو ال 12 كيلو ونص بتاع الانبوبه الصغيره ام 8 جنيه، بحط 5% 5 كيلو. يعني الانبوبه بتطلع منها 2.5، فبيبقى الكميه قليله فبيحصل تخلص فتيجي فتعمل. ده بيتطلب بقى الحقيقه حل الازمه ديت، ان الحكومه بقى تنتهي من توصيل الغاز للمنازل على اساس يقضي على هذه الازمه ان شاء الله ويقلل هذه الأزمة. أنا أعتقد هو خالد حنفي مرشح، طبعا الخبر ما قالش، لكن أنا معلوماتي أنه خالد حنفي له دور بعد المجموعة الاقتصادية ما نجحت في تحقيق الأهداف المنوطة ليها وزير بترول. لكن يعني في بعض الوزارات برضو التعبانة زي وزارة الكهرباء رؤيتها مش واضحة، لأنه واضح أنه في حرب داخلية، لأن الوزير مش من بين أعضائها أو من جواها. لكن يمكن موضوع الضبع ده هيحل أزمة. نتمنى في المؤتمر الاقتصادي أيضا كان في مشروع مطروح اللي هو الجسر اللي بين مصر والسعودية، الطريق ده عشان يسهل. الحاجة الثانية اللي هو تبادل الكهرباء مع السعودية في أوقات الذروة، السعودية بتحتاج الكهرباء في وقت الظهيرة وإحنا بنحتاجه بالليل. فأنا أعتقد أن كل ده هيخفف مع التنوع، مع استيراد مصر للغاز المسال هيبدأ في نهاية هذا الشهر، والتعاقد اللي تم مع بعض الهيئات في الجزائر وفي روسيا غاز بروم كله هيقلل، واستخدام الفحم وتنويع سلة الطاقة. ننتقل أستاذ ثروت إلى الصفحة الثالثة من صحيفة الأهالي ونطالع منها بالمستندات. التجمع ينجح في حل 281 جمعية أهلية تابعة للجامعة الإرهابية. الأهالي تنفرد بنشر أسماء 112 جمعية إخوانية جديدة تم حلها في 6 محافظات. والله الأستاذ زميلنا الأستاذ عمرو عبد الراضي كاتب الموضوع ده وناشر المستندات من واقع، هو راجل صحفي متخصص في شؤون المجتمع المدني ولديه من المعلومات وعلاقته بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عارف الجمعيات اللي هي سواء بقى بتاعت والحكومة الحقيقة بتفعل دوت وبدأت تفرص سطوتها، فهو معدد هؤلاء تلك الجمعيات لأنهم كانوا أنت عارف أسلوبهم شعلان بيه، كانوا بيخترقوا الطبقات الفقيرة والعشوائيات ويستغلوا الحاجة والعلاج والفقر والمعونة وكيلو الزيت والكلام ده عشان ينتخبوا. فواضح لازم نجفف المنابع دي ويحل محلهم دور الدولة في ان الدولة إذن يعني هذه الدولة الرشيدة المفروض النهاردة حتى الآن فشلت في تحديد من هو مستحق الدعم لترشيد الدعم ووصوله للمستحقين. يعني ابو كام؟ يعني ابو وزن مالي، يعني زي على قول بقى الانتخابات الوزن الانتخابي على كام؟ ابو 1000 ولا 2000؟ لازم يتعمل فاتورة
ويشوف التكلفة العادية، مدارس وأكل وشرب وغاز، وتتعمل بناء على المتوسط ده. وأعتقد يمكن بقى الحل هم تراجعوا عن بعض التعديلات المتضاربة برضو من الحكومة، عاوزة تغييرات برضو. يعني كان المفروض وزير العدالة الانتقالية فشلوا في إعداد مشروع قوانين الانتخابات، واللي ورط البلد واللي أساء وترك أثار سلبية أيضا من البعض، كان المفروض يرحل. وانا بالمناسبه بقى يطالب الرئيس السيسي زي ما الرئيس عبد الناصر كان عامل، يعمل هيئه تشريعيه من فقهاء القانون من المحكمه الدستوريه. يعني احنا عندنا راجل عبقري اسمه ماهر سامي، كان نائب رئيس المحكمه الدستوريه والمتحدث الرسمي اللي كان سلم مهام السلطه للرئيس السيسي. يعني راجل قاعد في بيته دلوقتي، المفروض يستفاد بخبرته في الناس دي، تطل على القوانين اللي حساسه دي قبل ما تطلع، يمشوا عليها المسطره الدستوريه عشان دسترت القوانين قبل ما تطلع عشان ما تصابش. نعم. يعني على ذكر موضوع الانتخابات أستاذ ثروت، ننتقل إلى ملف انتخابات مجلس النواب، ونطالع من الصفحة الخامسة من صحيفة الأهالي: حكم مزدوجي الجنسية يهدم القوائم الانتخابية، المعركة تبدأ من نقطة الصفر والأحزاب السياسية تعيد حساباتها من جديد. والله دي موضوع كتبها زميلتنا نجوى إبراهيم، وهي برضو ماسكة وزارة التضامن، والموضوع ده في هذا البرنامج كان ليه سبق ان احنا طرحنا هذا الموضوع قبل كده، وقلنا انه القانون مجلس النواب اللي للاسف صدر في عهد رئيس المحكمه الدستوريه الحالي كان رئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في عوار، لان الدستور نفسه وهو لم يميز بين المواطنين ولم يشترط موضوع الجنسيه الا الماده 88 اهي، الا في موضوع رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء. يعني ما حظرهوش على الوزراء ولا على النواب. واحنا النهارده عندنا، طب انت حظره على النواب على المرشحين، طب ما عندك محافظ اسكندريه مع مزدوج الجنسيه امريكاني ومشاكل كثيره، ومراته يعني عامله مشاكل مع الناس وداخله ومزدوج الجنسيه. لكن الحقيقه الدستور بما انه لم ينص، طبعا احنا لنا تحفظات، يعني الجنسيه، يعني اللي معاه الجنسيه الاسرائيليه وعضو في حزب الليكود، واحنا عندنا الكثير من الشباب المصري اللي في اسرائيل وتزوج اسرائيليات. يعني بموجب القانون اللي بيحصل على الجنسيه الاسرائيليه بيتنازل او بتسقط عنه الجنسيه المصريه ولا؟ والله يعني هو يمكن في الراجل انه في اشكاليه انه بيحصل على الجنسيه الاجنبيه ما لم يكن لديه موافقة من وزير الداخلية والسلطات المصرية على حصوله عليها بالإضافة للجنسية المصرية ليست له حق الترشيح. لكن كأمن قومي لا يجوز التساوي. لكن الحقيقة يعني في بعض الناس، مثلا الدكتور صديقنا الدكتور حسن موسى، وده نائب رئيس اتحاد المصريين في الخارج ورئيس الجالية المصرية في فيينا، وراجل وطني وراجل محترم، لم يمكن. محمد ريان اللي هو الحقيقة يعني كان صاحب الفضل في حق المصريين في الخارج، نائب رئيس الاتحاد المصريين في الخارج، في انه ايام المستشار عبد المعز ابراهيم انا وهو، وايام المشير برضو عشان الحق يقال، اللي هو ادراج الحق المصريين منحهم حق المشاركة السياسية في الخارج، كان محظور عليه يخش. لكن كان الترشيح كان مقتصر على اخواتنا اللي في الدول العربيه. هو حق وفقا للدستور من حق كل مصري تنطبق عليه الشروط انه يترشح. فهذا العوار الحقيقه لفتنا النظر اليه، استاذ عصام الاسلامبولي لقطه واقام دعوه باسم احد المصريين في الخارج مايكل منير، واستصدر الحكم، والمحكمه بتطبق الدستور. محكمه ما عندهاش مقامات سياسيه، مش مسياسه، لا، المحكمه عندها المسطره الدستوريه، بتمشي المسطره الدستوريه زي اشعه الليزر كده، تقول لك اه ده عنده ثقب في القلب، ده عنده عوار، ده اعور، ده عاوز عمليه شرايين. فهي كلامها، ولسه في طعون ايضا، فالعوار ده هيتسبب فيه ان انت هتفتح بقى القوايه، مش هتبقى مقتصره على ابو جنسيه متفرده، صحيح، فالباقي هيخش، فهتتهد القوايم. واحنا بقى من هنا بقول لحضرتك، بقى اكرر تاني، ارجو السيد الرئيس على غرار ما كان معمول به في الستينيات، الرئيس عبد الناصر كان عامل هيئه استشاريه لمراجعه القوانين. احنا عندنا اداره التشريع في وزاره العدل، واداره الفتوى في مجلس الدوله، كل ده رغم الغرابز دي كلها بيروح مجلس الوزراء
يجي لواء سابق مسؤول عن الانتخابات قمصان يعدل في القوانين يطب العوار. هي التشريعيه دي تبقى مستقله تبع رئيس الجمهوريه، تصدر الفتوى ودول تتكون من محامين متمرسين، من فقهاء قانون، اساتذه جامعات. يمكن الدكتور ابراهيم درويش كان عضو في مكتب الرئيس عبد الناصر وحكى لي الكلام ده اكتر من مره، عشان ما يحصلش او يستفاد. ورغم ذلك فات على المستشارات لمنصور ان قانون مجلس النواب اللي فيه حظر المصريين في الخارج لم حتى يراجع بشكل ودي مع هيئه المفاوضين في مجلس الدوله يروا فيه. فالحقيقه يعني هنا بيثبت لك ان مصر فيها استقلال قضاء، يعني لم يكن هناك حرجا من المحكمه ولكن ان توضح العوار، رغم ان رئيس محكمتها اللي هو تنحى عن نظر هذه الدعاوى عشان الحرج هو اللي كان وقعها. دوت طبعا الهيئه اللي حضرتك بتقترحها دي بخلاف اللجنه العليا للاصلاح التشريعي اللي بيرأسها دي تبع رئيس الجمهوريه. دي تبع رئيس الجمهوريه. يعني القوانين اللي بيرفعها مجلس الوزراء الى الرئاسه بتراجعها هذه الهيئه. بص بي مشروعات القوانين، احنا دلوقتي ما فيش مجلس نواب، وبالتالي السيد الرئيس مثقل بالهموم اللي الله يكون في عونه، يعني ده 90 مليون اكل وشرب. فالنهارده هو مش هيعمل كل حاجه، امن قومي وليبيا وهنا 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 وهنا، لا ده الراجل يعني وكمان تشريع مش شغلته. اذا كان اللي كان رئيس المحكمه الدستوريه وقع في خطا وحمل عوار، وانا قلت ده خبور منصور في الدستور، خلي بالك الاسبوع اللي قبل اللي فات. فالحقيقه لا، يعمل ايه بقى عشان يحيد نفسه؟ ده الغربال الاخير. مشروعات بما ان ما فيش مجلس قوانين، مجلس نواب اللي هو المشرع الاصيل والاصلي، في الهيئه التشريعيه في مجلس الوزراء، وفي اداره التشريع في اسمها ايه في وزاره العدل. دي الغربال الاخير، ده هو عين رئيس الجمهوريه القانونيه عشان يصدر القانون صحيح ووفقا للدستور. ننهي جولتنا استاذ ثروت من الصفحه الاولى من صحيفه الاهالي ونطالع فيها تطورات الاوضاع في ليبيا. نقرا: سفير ليبيا يحدد خريطه توزيع المتطرفين على الاراضي الليبيه، ثلثاء مساحة ليبيا تحت سيطرة السلطة التشريعية الشرعية، وثلثه يتنازعه الإرهابيون، تورط قطر وتركيا في إمداد الميليشيات بالسلاح عبر البحر. الرجل السفير الليبي ده اللي في القاهرة اسمه محمد فاز عبد العزيز جبريل قال الحقيقة المرة، انه احنا الجانب اللي جنب مصر اللي هي تبرق ومساعد والحتت دي كلها اللي ماسكها اللي هو حفتر، الفريق اول حفتر دلوقتي، دي تحت السيطره. الميليشيات والجماعات الارهابيه اللي بتخش، يعني وهو مسمي التونس القطر وتركيا بيمد الميليشيات، ولذلك مصر لما طلبت بمنح اهو النهارده حفتر خد الشرعيه امبارح وادى اليمين. فدي موجوده التلت ده اللي هو التلت الغربي، الحدود الغربيه من ليبيا. فدي طبعا دواعش وارهابيين ومن جميع الاجناس، ودول مش عايزين يعملوا استقرار. اهو طبعا مبعوث الامم المتحده عامل معاهم اجتماعات في المغرب لعل وعسى يتواصلوا الى توحيد جهودهم. على اساس انه نطلع من الشرنقه، لان ليبيا مستنقع، تحولت الى مستنقع، ومصر الان الامن القومي مهدد. احنا من السودان تحت، ومن تشاد، ومن ليبيا، ومن سوريا، ومصر هي اللي ما زالت باقيه رأسها الله وهي المحروسه، وان شاء الله مصر هتنتصر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الاستاذ ثروت شلبي نائب رئيس تحرير صحيفه الاهالي الكاتب الصحفي، شكرا لك على تشريفك ضيفا كريما في حلقه اليوم من برنامج الصحافه اليوم. اشكرك. شكرا على اسرائك لفكرنا وعلى مناقشتك. ربنا يخليك. شكرا استاذ ثروت. والى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من برنامج الصحافه اليوم. في حلقه الغد ان شاء الله حلقه جديده، فانتظرونا والى اللقاء.